لا لا اجلس. اليوم رح نعمل ردة فعل على اقوى سيت اب بالعالم. هذا السيت اب لزلمي اسمه ابو فلة. مين ما بيعرفوا هذا الزلمة؟ هذا الزلمة من افضل صناع المحتوى على اليوتيوب. هذا السيت اب اخذ بس 3 اشهر لينعمل. فالمهم يسعد اوقاتكم جميعا ويرجع لكم فيديو جديد. اليوم حنعمل ردة فعل على اقوى سيت اب وحنشوف هل عن جد هو افضل سيت اب بالعالم ولا لا. اذا اول مرة عم تشوفنا على اليوتيوب تأكد تحط لايك وسبسكرايب وبس. خير روح على ردة الفعل. Let's go baby. الله 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 الله. ايوه الغرفة على البصمة يا اخواني. الغرفة على البصمة. يا ويلي يا ويلي. عندنا بلبنان سقطت الكهرباء. كيف بدك تفتح الغرفة بسرعة؟ ما فيش بصمة مبين هون على الفتحة. مش كل شيء على البصمة يا اخوان. هذا البيت من جوا يعني. يا ويلي ما شاء الله يا اخوان. ما شاء الله تبارك الله. شو هذا؟ مش عم ياكل هيد عسل؟ لا ولك بديت بجرب الحين. حاس حالي من الطبقه المخمليه. حاس حالي من الطبقه المخمليه. ايوه لك اسمه بيت لك. الله الله. هاي غرفتي هذه. هاي غرفتي هذه. ما شاء الله ما شاء الله. روح روح واللي ببالك يا زلمه. روح لهناك شفت لنا كم صباط يا اخوين. تعال يا زلمه. كان زيد بوكسرات البتكون ايه يا اخوين. فتح محل تيم. والله يا عمي والله يا عمي يا اخوان والله. وقف 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 ثواني ثواني. لاحظت شغله. ايوه يمكن عامل كمان غرفه لاصحابه. هاي شغله كثير عجبتني بالموضوع. يعني عمل لهم تخوتي وعمل لهم شيء مرتب يا اخوان. ولوحات واكوان واريكي وبيقرا كمان كتب. شو ما بدكم يعني احسن من هيك؟ انجليزي بعد يا حبيبي. انجليزي. كمان بيعمل غرفة سينما. ايوه غرفة كاملة متكاملة. بيت كامل متكامل للعب للتسلية لكل شيء بدكم اياه. حلو الواحد عن جد يعمل شغلة هو اللي بحبه يطلع منها مصاري. يا لا 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 لا. 3 شاشات ما شاء الله. ما فيناش نحكي غير ما شاء الله يا اخوان. كل شيء الكتروني بالغرفة. اضاءة ار جي بي كون. اوه درع الالماسي كمان. اوه ارقام كمان جينيس حطوطها هون. كل شيء الكتروني. حس حالي قاعد يا اخوان بمنطقة شو اسمه كلها الكترونيات. لايكو كمان. خزنة كمان الكترونية. كل شيء الكتروني يا اخوان. حتى في عنا كمان بصمة على الأيد. يعني شوف لأي درجة متطور السيت اب. وار جي بي بكل الكون. وخزني مقفلة يا محمد. اوكي اوكي. هاي على فكرة غرفة خارج ستريم أكثر من غرفة تصوير. اوه 3 شاشات حط بعضهم كمان. والله شكله أبو فلة ناوي يعمل ستريم. وعنا هون مواصفات البي سي من أفضل مواصفات بالعالم. اوه عنده أكثر من بي سي. واحد على اليمين واحد على اليسار. اوه لايكو الغرفة كمان حتى يعني عند الباب. الباب الكتروني. ايوه ايوه انا شاف ردة فعله اول مرة بشوفها. بس اكيد مش اول مرة بشوفوها يعني. بس انه او ماي جاد. والله يا اخوان اذا حدا عنده هيك غرفة شو بيعمل؟ ليتس جو. والله خيال. شلون كنت تقول هذا افضل سيت اب بالشرق الاوسط؟ والله بالعالم يا ابو عبد بالعالم. ماهركو. انا من ماهركو. اجلس. والله حماس يا اخوان. لو انك بتروح كم بتحبس مليون. خلاص نطلع خلاص. خلاص وقتكم. خلاص بدي. بيعجبني بهالشباب يا اخوان. الحماس بيضل عنده الفل. شو ما كان شو ما كان الوضع بيعملوا لك شيء حماسي. ايوه ايوه شكل السجاد يا اخوان ناعمه. دايما اوفر يا ولد دايما اوفر.
اباكم خلصنا. ايوه ايوه بابا خلصت السيت اب هون. يي معقول في غرفه ورا؟ يا اله كمان عمل غرفه مش هون السيت اب. السيت اب خلص هون. يي يي يا كرفوتي لك. لا 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 ستريمينج واديتينج و يي يي يي. والله شكله يا اخوان جايب لهم بيسيات لكل اصحابه. هيد عندنا الكيبورد لوجيتك كمان الماوس لوجيتك. قاعد عد بالنجوم يا حبيبي. عم يطلع من الجو والله حتى يعني بالسقف مهتم شوف لاي درجه. الحمد لله ما شاء الله على السيت اب اقوى من اب العالم. ما فيش كلام طبعا. اولا الشكر لله ثم لكم ثم لذنباز الاسطوره يا جماعه اللي سووا كل هالسيت اب هذا بثلاث شهور من اقوى سيت ابات في العالم الان يا جماعه. هو ما يحب يطلع قدام الكاميرا بس انا شنو بس انا مسوي له مفاجاه يا جماعه. والله بده زافي يا اخوان بده زافي. هذا الزلمه بثلاث اشهر عمل هيك سيت اب احترافي صعب كثير. اولا يا جماعه اعرفكم بالاسطوره الاسطوره المعروف لا يعرف الذي يصنع ست ابات العالم بشكل اسطوري. يا الهي صانع اقوى ست اب العالم بن باز اللي وصلنا للمريخ. يا بيي الفرحه هلا هون المعلم فرحه للكل هون. ايه الزلمه تقال الزلمه تقال عنده كرش. كنا متحدين انا وياه نطلع مو قوي اضرب طراق هو يضرب طراق. شنو كيف هالابداع هذا اوجدته في مخك؟ تذكر قبل سنتين؟ والله الفلوس بتعمل كل شيء يا اخوان كل شيء بتعمل. ان السيت اب الثاني راح يكون ان شاء الله اقوى سيت اب في العالم اقوى سيت اب ويليق بالمحتوى اللي تقدمه. الله زعفي زعفي يا اخوان زعفي لانه معلم زعفي. يا جماعه يعطيكم العافيه زارتنا البركه الله يعطيكم العافيه. يلا السلام عليكم. يلا احطوا احطوا الله معكم. انا اقول لك شلون تفتح يا اخوي انت ايش فيك انت بكوكب. لا 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 على البصمه كمان. يا اله التطور يا اله التطور يا اخوان انت بدك توصل لهيك مستوى من التطور عندنا هون. شايفين المكان اللي انا فيه يا الله مكوك فضائي. يا اله يا اله شعوركم قاعد بهيك غرفه. واخيرا يا جماعه يا اله انا قاعد بغرفه يا اخوان لعنا كيب كلها عنكبوت على اليمين عنكبوت على اليسار. لازم اوريكم خزنة الثلاثين مليون. يا ويلي يا ويلي يا ويلي بيكون حاطط له شي 100,000 دولار. اقوى سيت اب العالم تعال. اول شي لازم البس قناعي. صار حاطط مفاتيح سيارات ومفاتيح بعد شوي حط لنا مفاتيح طيارات يا اخوان. اوكي خلاص استنى. هذه هي خزنة الثلاثين مليون. ايوه اها هاي هي اللي بتفتح على الآن. لوك 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 والله فتحت. فالمهم يا اخوان حطونا اسفل بالتعليقات هل اذا كان عندكم هاك غرفه شو بتعملوا فيها؟ هل بتتمركوا عندكم هاك غرفه؟ انا صراحه لو عندي هاك غرفه بهكل الهم كيف بدي كون قديش مصاريف الكهرباء بدي ادفعها هاك اضاءه. يعني هيدي الغرفه يا اخوان بدها اضاءه وبدها كهرباء بدك تاير كهرباء يعني عندنا يا اخوان بتجي الفاتوره قد راسك هالقد اذا عندك هاي غرفه. كمان بعتقد انه 3/4 الناس اللي عم يحضروا هلا بتمنوا يكون عندهم غرفه جيمنج او عندهم هوس بالجيمنج. فيا اخوان الله يرزق الجماعه ويكون عندهم غرفه افضل من هاي. هلا ما بعتقد تكون افضل غرفه بالعالم ممكن تكون غرفه مثلا يعني بمحيطه لانه عند الاجانب عندهم ابداعات اكثر بكثير وشايف على اليوتيوب يعني سيت اب بيت شيء بالخيال. بس انتظرونا في فيديو قادم. سلام يو.